السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله مرحبا في احسن الاحوال نتوما والناس اللي كتبغيو. مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي. وقبل ما نبدا الفيديو، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير المحفزين. الوغ اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، دايره واحد الفلوق فيه خريجه للمدينه القديمه ديال فاس. بغيتكم نتوما تمشيو تساروا معايا. مرحبا بكم، فرجه ممتعه. المهم كيف ما كتشوفوا هنا، رحنا قربنا للمدينه. هذا باب جديد، هذه هي الدخله ديال المدينه القديمه. المدينه القديمه فاس، يعني طوموبيلات ولا طاكسي، كيدخل غير طاكسيات وطوبيسات. اللي عنده طوموبيل راه خصو يخليها على برا ستاسيونمون وياخذ طاكسي ولا طوبيس ولا يهبط على رجليه. الحل قريب، يعني كيف ما غتشوف معايا، هذه هي باب جديد. انا راه حاولت يعني المناطق اللي معروفين فاس نكتب لكم السميات ديالهم باش حتى نتوما تعرفوا البلايص. هاد البلاصه في الباب الجديد هي اللي فيها الباركينغات بالنسبه للطوموبيلات. يعني اي واحد رابط الطوموبيل يدير بحساب بانه راه يخليها هنا وغيهبط اما على رجليه يا اما في طاكسي يا اما في طوبيس، يعني يكون سبورتيف لان المدينه راه فيها طلعات فيها الهبطات، يعني يكون لابس سبور باش يتحرك مزيان. ايوا المهم حنا دابا كيف ما غتشوفوا حنا راه هابطين هنا على رجلينا انا وليداتي، منها مساريين منها يعني تنطلقوا رجلينا مع الجو زوين ونقي الحمد لله. من بعد الشتا بانت التشميشه هذه، الجو غزال يعني امبيكابل. المهم احنا ممشيين وطلقين رجلينا وميمطوه انتم كتساروا معايا. إذن هنا البنات رحنا وصلنا لساحة الرصيف. هذه ساحة معروفة في المدينة القديمة ديال فاس، يعني ميمكنش تجي المدينة القديمة وما تدوش من ساحة الرصيف ولا تهبط ليها. المهم هنا واحد الطابلو دايرين عليه معلومات، هذه هي الساحة، ساحة كبيرة ومنها كندخلو للمدينة. كاين باب سيد العواد، كاين رحبة الزبيب، المهم بلايص بسميتهم. راكم عارفين المدينة القديمة، أي مدينة قديمة راه معروف يعني داك التصميم المعماري ديالها، ولكن فاس فيها شي حاجة اللي هي سبيسيال. راكم عارفين المدينة قديمة بزاف، أكثر من 1000 عام ما شاء الله، وبنايات ديالها مازال مصامدين. واحد الاقتصاد زوينه بزاف، فيها ما يتشاف، فيها ما يتشرى، بلاصه ديال الشباكيه ومالين الذهب الصفارين، بلاصه الحرير، بلاصه الصم. المهم انتم خليكم معايا، بلاصه الخفيطنات كذلك خليكم معايا، غتشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بلاصه بلاصه. هنا واحد الواد هذاك اللي شفتو، واد السحل، هذا داروا عليه واحد القنيطره تما كاين قنطره باش بنادم يدور يتسارى عليها. وشوف هنا راه دخلنا لباب سيد العواد، راه حنا غاديين، يعني هنا غنبداو في داكشي ديال الفضه والنحاس. راكم عارفين المدينه ديال فاس معروفه بالفضه والنحاس. هذا هو الواد اللي قلت لكم، هذه القنطره. كان هنا واحد الواد دابا داروا عليها هاد القنطره بنادم تيدور فيها ويتسارى. المهم زادت واحد الجماليه للمدينه. هنا راه يعني داخلين في الصفارين، يعني هنا بلاصه ديال الفضه، بلاصه النحاس، داكشي غزال. صغير الفلوس والله العظيم، خصال الفلوس داكشي غزال. انا ندير بكم دويره غتشوفوا حتى الصفارين واحد لو شارم فيها بوحدو، كتدخل كتلقى واحد الالحان واحد الموسيقى غير بداك المعلمين تبارك الله اللي تيخدموا داكشي. مع تبارك الله صلحوا المدينه، يعني ردوا البيبان ديالها كلهم متشابهين للحوانت كيف ما كتشوفوا معايا ديال الخشب، داك الدراقات ديالهم اللي خلاو داك الطابع اللي هو تقليدي وجاي زوين. هنا راه قربنا ندخلوا للصفارين، هانتوما غتسمعوا الصوت اللي كيتسمع هنا اللي معروفه به مدينه فاس. يا
تسمع الأغاني؟ هذه ساحة سفاري برافو عليك اسمع الموسيقى توابات على اليمن وهنايا كنلقاو جلوده الجلود اللي تيصيبوا بهم البلاغي تيصيبوا بهم الكوير يعني تيصيبوا بهم البزاطون بزاف ديال الامور تيصيبوا بهم المهم مازالين في لو شارم ديال لارتيزانا كيف ما كتشوفوا معايا النحاس فخار المهم شي صراحه اشكال متنوعه والالوان متنوعه انتم كتشوفوا هادو هما الجلود اللي تيصيبوا راكم عارفين فاس فيها واحد البلاصه سميتها باب بجلود يعني خاصه غير بالجلود تي قد باش كيصايبوا الكوير الحر تيصايبوا البلاغي عاوتاني ديال الكوير المهم هنا غنكملوا طريقنا حتى غنخرجوا في باب السنسله هذه هي باب السنسله هنايا هذه عاوتاني معروفه بالحلوه شباكيه ب يعني كيفاش تنقولوا بسلو بالخليع تنوليو ليها هنا غنطلعوا دابا القيصريه ديال مولاي ادريس قيصريه ديال مولاي ادريس هي معروفه بداكشي ديال اللباسين اللي هما طوب الذهب فيها الصبابط فيها المهم فيها ما يتشاف انتم خليكم معايا حنا طالعين وباب السنسله قلت لكم تنوليو ليها يعني تنكونوا هابطين عاد نصورها لكم مزيان إذن هنا الدخله ديال القيصريه فين تلقاو عاوتاني شويه ديال الورد مقطر الزهار العود البخور داكشي البلدي الطرز كيف ما كتشوفوا معايا داكشي ديال لارتيزانا نتوما القفاطان الباسيج للبات بالنسبه يعني للرجال والعيالات المهم فيها صراحه ما يتشاف هذه هي الساحه الكبيره في وسط القيصريه نتوما كتشوفوا تبارك الله اللباسي والجلال وداكشي البلدي ما شاء الله انا قلت لكم يعني من بعد ما صلحوا المدينه ولات شي حاجه اللي زوينه وتدوره فيها زوينه وفريجه انتما عصير مهم فين مشيتو ممكن راه ضربوا عليا بسطامكم فين مشيتو تاخذوا فين مشيتو تشريو
وفين ما مشيتو تساراو يعني واخا تا كاع بلا فلوس راه ممكن تساري حتى بنادم تيبدل الجو تيبدل يعني واحد الحوايج ما تنشوفوهمش دائما. هنا هاد البلاصه خاصه غير بالصم داكشي ديال المجادل الحزام الصم البياض الصفار داك ولا داك النحاسي. المهم راكم عارفين فاس معروفه بالصم الاخر، بغيتو حزيمات بغيتو مجيدلات بغيتو مضمات خلاص هاد البلاصه ديال الحرير. الساحة سميتها ساحة الحنة، صراحة عجبوني بزاف هاد الديكور اللي غتشوفو دابا، وطلبت لوطوريزاسيون من المحل باش نصور، قال لي صوري عجبني هاد البديع وهاد الترتيب اللي داير ما شاء الله داكشي غزال غزال غزال. نتوما شوفوا يعني اللوينات واحد التناسق ديال الالوان واحد الطوجنات وطيرات، المهم داكشي تيحمق صراحة داكشي يعني طوب دو طوب. بغيت نشارك معكم هاد اللقطات من هاد المحل، يعني ما شاء الله برافو عليهم ومنظم داكشي متول مقاد اللوينات بوحدهم داكشي زعما برافو عليه. وطلبت لوطوريزاسيون قال لي عي صوري، المهم باش شفت انتم المحل تعرفوا راه الفخار كاين حتى في مدينة فاس، يعني كاين بلايص اللي تخدم فيهم الفخار. هنا وصلنا كيف ما كتشوفوا معايا العطارين، هذه بلاصه خاصه بالجمله فيها عاوتاني داكشي ديال الالكترونيك داكشي ديال بوشطه التليفونات نظاظر سوايع المقابط، المهم فيها كلشي وخاصه بالجمله تيبيعوا فيها ثمن الجمله، يعني الناس اللي تيبغيو يتقداو تيجيو من لهنا يتقداو.
هنايا وصلنا لسوق الصباط. هاد البلاصة هادي خاصة فقط بالبلغة، البلغة بجميع أشكالها، البلغة الفاسية الزيوانية كما تنقولو، مهم جميع الأشكال والألوان ديال الجلد ديال الصم ديال التوب. مهم يعني كاين ما يتشاف، كاين لو شوا، بخومي شوا، دوزيام شوا، تخوازيام شوا، الكاليتي مزيانة، الكاليتي اللي شوية كيف ما كتشوفو معايا. المهم راه درت لكم واحد الدويرة خفيفة ظريفة فهاد السوق. تبارك الله هو سوق كبير بزاف، غير هو اليوم كان لا بلوبار خاوي حيت اليوم فيغي، يعني ما كانش فيه داك الخدمه اللي تتكون النهار اللي تيكون يعني كونجي بحال اليوم عيد المسيره الخضراء. المهم لا بلوبار ديال الحوانت سادين، ولكن واخا هكاك راه جبت لكم دويره فيه. صراحه هو يصلحوه وقادوه ولا غزال، سوق زوين مغطي، يعني ما فيش حتى ماشي بحال شحال هادي كيف ما كتشوفوا معايا. وكل محل بالنمره ديالو، كلها هما الدروبه كيتشابهوا كتلفي فيهم. المهم هذه دويره في سوق الصباط. من بعد عاوتاني غندخلوا لسوق الذهبيه. انتما هذه هي، هادو هنايا خرائط، هذه سوق الحرارين. غير هي مسدود، محلينش اللي تيديروا الحرير الصبره وداكشي، هذه واحد الخصه دايرينها في وسط السوق. المهم يعني باختصار ولا بسرعه، واحد الدويره شرفيه. انتما كتشوفوا هنا بليغات بالطالون، بليغات ديال العاديين، بليغات بالصام. المهم لو شوا موجود، الالوان الاشكال اللي بغيتو موجود. هذه مدرسه كانت شحال هذه تيقراو فيها، مي دابا داروها متحف يعني كيف ما كتشوفوا. وما هنا كتبين عليها معلومات، ولكن بي يعني الدخله ليها بالخلاص. انتما ندخل للباب وغتشوفوا التصاور دايرين. الا بغى شي واحد يدخل باش دير زياره ولا هذا، داير لها الثمن 20 درهم جو كخوا ولا هذا. المهم هذه مدرسه قديمه كانت، دابا ولات متحف للزياره ومفتوح للعموم، يعني اي واحد بغى يدخل يزورو. فيها داكشي ارتيزانال وقديم وزوين. هذه لا فيش واجبات الزياره، يعني 20 درهم للفرد. من بعد يعني حداها كاين مولاي الحلوه ديال مولاي ادريس. هذه حلوه ديال مولاي ادريس اللي كلشي تيعرفها، ضروري تجي تاخذ الحلوه ديال مولاي ادريس، واخا ما عندها علاقه بمولاي ادريس ولكن هذه سميتها. فيها جميع انواع الحلوه، هنا خدينا حلوه الوليدات، ضروري غتهبط ضروري تاخذ منهم. اصلا هما تيبقاو يعرضوا عليك وهذا، كتحشمي ضروري تاخذي، وتا لوغو ديالهم زويون. المهم خدينا باش حلينا شويه انا والوليدات، انا بالاشكال والالوان والاسمنه مختلفه كل حاجه، ودير لها الثمن.
هذا مسجد القرويين، مسجد معروف فاس، ما يمكنش تجي فاس ما تزورش مسجد القرويين. هنا صراحة لقينا الناس تخرجوا من الصلاة، داكشي اللي جاتني شي ناس ولا الاخر مع ناس كنت نزرو بها. المهم هو هذا غير من برا الفيلا ديالو، مسجد القرويين معروف فاس، هي مسجد القرويين راني كنت اسم هنا باش نعرف الفنجة حتى نيت هذيك مالين حلوة راهي حلوة. هنا رجعنا لباب السنسلة، هنا كما قلت لكم الشباكية البريوات هاتك مشنيخة، هنا كما تشوفوا الحلوة الفلالية كينا بتمار كينا عادية الخليع بجميع الأشكال تريد منهم أي حاجة دي الحلويات هدية البلاصة دي معروفة صراحة تسيب عنده ذاك شي زوين بزاف. هادو مالي بخيرة معلقهم يعني الحلوة زوينة وتتعلم هذا كيف ما دايرين في الثمن يعني في مدينة كاملة يعني كيكون عندهم لو ميم بخي. هذه باب السلسلة المعروفة كاع بالحلوة في مدينة فاس، وضروري تاخذ ضروري تشري منه، ما يمكنش تدوز من تما ما تاخذش فقاص الملاح الحار ديال الزعتر خلاص الحلوة والشباكية الفلانية عندهم، المهم ضروري تعرضوا هذا تاخذ منهم ضروري الزيارة ديال المدينة. وصافي هنا راه تقريبا راه جبنا الدور، هكا راه حنا خارجين حالاتنا، راه نعاودو نخرجو من باب سيد العوداد اللي دخلنا منه في الأول. ونتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى أن إن شاء الله الرحمن تكونو فراسكم يعني تساليتو معايا مزيان بصحتكم وراحتكم. إذن هنا تنقول لكم السلام عليكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم صراحة، سجلته من قلبي وبغيتكم نتوما تكونوا معايا الناس وسيرتو الناس اللي خارج المغرب والناس اللي ما عمرهم جاو لفاس. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم الناس ديال فاس كرام ومضيافين، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ما تنساونيش من جيم ما تنساونيش من ابوني ودعموا لاشين ديالي وتخلوا لي تعاليق محفزه، وشكرا لكم بزاف 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 اللي خطاكم عليا. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم صراحه، يعجبكم لان صراحه خدمته من قلبي كما تنقولوا. والسلام عليكم.